up. When comes the closing ceremony of the 2023 INCA U21 World Championship. Today we celebrate not only the World Stadium, but also the yacht, the future promises of stadium, and the world to thank every single one of you for making this competition a world. ما كانش بحال اللي كنا باغيين، ولكن الحمد لله الشتا جات شويه مزيان للبلاد، حسن الاحتفال بدلنا شويه البرنامج، عملنا الحفل اللي كان كنا على باغي عملناه نتاخر، ولكن الحمد لله جالس في اجواء معتبره. التضاربه كانت في الحقيقه كلشي فرحان، حنا فرحانين، واللي مهم بزاف هما السلطات و ديال لي سبيسياليتي ديال الفيديراسيون انترناسيونال، رئيس الاتحاديه الدوليه والناس اللي جاو على باغي فرحانين بزاف. وهذا هو اللي مهم بالنسبه لنا، لان هذه راه ما نساوش بان هذه الصوره ديال المغرب، صوره ديال مدينه طنجه، صوره ديال المارينا والبحر ديالنا حنايا. حنا فرحانين لانهم وعدونا ديجا عجبوا من المحل في المدينه وعجبوا عجبتهم التضاره، وخا لكم وعدونا يرجعوا ان شاء الله من دابا واحد عام ونص عامين يعملوا دي كومبيتيسيون انترناسيونال هنايا في طنجه. وهذا كيبشر بان شوف الخير، ولكن هادشي كيزيد تاع الثقه في العمل اللي عملناه وعملوا الاخوان كاملين. راه حنا ما نساوش بان اكثر علينا 85 واحد كان في اللجان ديال اللوجيستيك ديال التأهيل والاورغانيزاسيون ديال التضاره هادي. وكنشكرهم هذا المنبر هذا، لان بلا بهم ما كناش نقدروا نعملوا حتى شي حاجه. كنشكر بطبيعه الحال الناس كاملين يساهموا في هذه التضاره هذه، لا من السلطات المحليه، لا المستشارين، ولا الاعضاء ديال المكتب اللي عاونونا في هذه التضاره هذه. I'm very happy to be world champion. Yeah, it was pretty nice, pretty difficult conditions, a lot of wind, but had a lot of fun here in Morocco. Yeah, it was quite nice, pretty good conditions, a lot of wind, had a lot of fun, and the weather was also quite nice, except from today, a little bit rainy, but perfectly for sailing actually. Amazing, the condition was perfect. So yeah, it was funny to be here. Yeah.